طيب ابو يزيد ايش كنت بتقول؟ وش العنوان حق المهنة؟ يقول تلفظ الخضير على الهلاليين من رابع المستحيلات. رابع المستحيلات، بعطي مثلا عشان رابع المستحيلات. حكم جيد تركي مع عبد الله السلطان، عبد الرحمن السلطان، مع فهد المرداسي، ولكن الحادثة اللي حصلت قبل موسمين اللي ضرب فيها لاعب هو نفس الحكم، كيف رابع المستحيلات؟ اللي هو تركي خضير؟ انا ارد على المهنة، ان تركي خضير ضرب لاعب في احد المباريات ووقف. ضرب لاعب؟ ضرب مهنة معروفة. صحيح. كيف رابع المستحيلات الكلام؟ انا ما ادري، ما ودي انه يدخل، انا ما ابغى ادخل في متاهات. حكم جيد جدا ممتاز، لكن اذا قصر قل قصر، انا ما ادري، انا في داخل الملعب وفي ولا تمسك عليه، وفي احد الزملاء، احد اللاعبين الدوليين السابقين المميزين، وليس لي الصلاحيه اني اذكر اسمه، ومو من حقي اذكر اسمه لانه يمكن يزعل مني. وش يقول؟ واعرف احد الحكام في وقت المهنة، مو كان طبعا مو الحكم المهنة، تكلم كلام عنصري على احد اللاعبين، عشان اريحك، احد اللاعبين من الاتحاد او الاهلي، كلام عنصري في احد المباريات. عمر المهنة؟ لا مو عمر، في وقت عمر، تحكيم عمر، يعني في يعني الان فتره رئاسه. لا لا لا، زمن يوم كان المهنة زميل عمر المهنة، وقت ما كان عمر المهنة يحكم مباراه. تكلم على احد اللاعبين الدوليين المهمين في المنتخب السعودي بكلام عنصري، رد عليه رده فعل، اعطاه كرت احمر. بس انا كلمته ليه؟ علمني ايش صاير، كلام ما يقال في الاعلام. هذا لما يقول انه رابع المستحيلات. من هو اللاعب ابو؟ لا لا لا، مو من حقي اتكلم لو انه يعطيني. طيب انت صارت لك كذا؟ خلنا اتكلم بالعموم. انا بس رابع المستحيلات، انت تقول ما تدري ايش اللي حصل في الملعب، لكن لما هو يدافع عن تركي، وتركي قبل فتره مسوي مشكله، يبدو لي قدام الفيصل، يقول انا والله ناسي، لكن تركي خضير نفس الحكم. يعني كيف انه يعني هذيك قهوه، هذيك هذيك. طيب انت تشوف ان الحكم اجاد ولا ما اجاد قياده المباراه؟ هو ادى مباراه، يعني ادى مباراه فيها اخطاء، في اخطاء، بس هل كان الاخطاء مؤثره؟ انا اشوف انها اخطاء طبيعيه، يعني يمكن ما اثرت في نتيجه المباراه. شوف، ما صعب انك ترضي كل الاطراف، يعني لو فاز الهلال اكيد النصر حيتمسك بكل الاخطاء. هم الان الهلاليين يتكلمون عن انه استفزنا من بدايه المباراه. انا ما ادري ايش الالفاظ، هل يعني صار حدث؟ انا ممكن يعني بعض الحكام، نعم بعض الحكام ممكن يجي اللاعب يقول يلا انقلع كذا، معليش بين قوسين يقول كذا، يعني ممكن تصير، يقول لك اي وانت تمشيها، لكن ممكن في وقت انك انت لا ترد عليه. انت اذا مخطئ عليك ذنب، انت تبغى تستعطف الحكم وتمشيها تسكت. لكن انا كل ردي عشان انه يقول من رابع المستحيلات انه يتكلم هذا الكلام. انا قلت طيب كيف استاذ عمر انه نفس الحكم سوى مشكله قبل سنتين؟ يعني المشكله اللي سواها اكثر من انه يتكلم. انا ما اقول انه يتكلم، بس لانه هو يقول من رابع، كان ما ودي انه ينزل هذا. يعني انت شخصيا تتوقع، انت شخصيا تتوقع من الحكام مثل هذه الالفاظ؟ لا اقول لك ما اتوقع، بس انا امثل، لانه حدث حصل قبل سنتين اذا ما خانتني المده، حصل موقف من الحكم تركي خطير. نعم. ولكن الحكم التركي جيد، ولكن انا ارد على كلمه من المستحيلات. انك انت ليش تدخل التركي في هالموقف بهالدفاع، وانت عارف انه الناس ما في شيء يروح، ما في شيء ينسى، يعني الاعلاميين يعرفون الموقف اللي حصل قبل سنتين. نعم، اجمالا ابو عبد الرحمن.